كما تلاحظون مكنت عملية تفكيك الخلايا الإرهابية التي قامت بها المصالح الأمنية أمس من الحجز مجموعة من المواد، مكنت الخبرة العلمية من تحديد أن هذه المواد كلها تدخل في صناعة المتفجرات. من بين هذه المواد هناك مواد عبارة عن مساحق مختلفة الشكل واللون كنيتخات الأمونيوم والإيغي وكذلك الكبريت وكذلك مواد سائلة كماء الأكسجين وكذلك لاسيتون والإيثانول، والتي كلها تدخل في صناعة المتفجرات أو العبوات المتفجرة الناسفة. هذه العبوات يتم كذلك إضافة مجموعة من المسامير وآلية حديدية لخلق أكبر عدد من الضحايا في الأرواح وكذلك خسائر مادية في الممتلكات. هذا الأسلوب الإرهابي التي كان سيتم، هناك استعمال طنجرة الضغط كوعاء دكنا لاحتواء المواد المتفجرة أو كذلك أحزمة ناسفة. كما تلاحظون هناك أنابيب تم تهيئها من أجل قيام بسترات ناسفة أو عبات ناسفة تكون متصلة فيما بينها وتكون ممتلئة بالمواد المتفجرة. بالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة من الآليات الإلكترونية والتي تدخل كذلك بدورها في صناعة المتفجرات أو العبات المتفجرة الناسفة أو ما يسمى بالزجاج إكسبلوزيف امبروفيزي.